بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا في جلسة من جلسات مجلس النواب الذي أقر في جلساته الإعلان الدستوري 13، والإعلان الدستوري هو الرحم للجنة 6+6. ننتظر قليلا حتى نطلع على تقرير لجنة 6+6 ثم نبت فيه، أما أن نتحدث في شيء لم نراه، تسريبات من هنا وهناك ونتناولها في جلسة رسمية، أرى أن ذلك مضيعة للوقت. يجب تحديد جلسة خاصة لمخرجات 6+6 لأهميتها والتي أقرت أو ولدت بموجب إعلان دستوري، وهذا الإعلان عدل في هذا التعديل عدل في الإعلان الدستوري، والإعلان الدستوري هو الذي أعطى السلطة لهذا المجلس. بالتالي أمنحونا فرصة من الوقت حتى نطلع على ما وصلت إليه هذه اللجنة ثم نبت فيها في جلسة خاصة نقرها أو نرفضها، كما أشار ذلك السيد عز الدين بأن هذا المجلس وهو صاحب السيادة العليا وفقا للإعلان الدستوري هو الذي عدل الإعلان الدستوري، وبإمكانه أن يعدل ما تقدمه هذه اللجنة بالإقرار أو بالرفض أو بإدخال تعديلات عليها. أما فيما يتعلق بالتروة، التروة هي تروة كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، يجب أن تدار إدارة جيدة، ومجلس النواب هذا الذي نحن نجلس تحت قبته هو المسؤول الرقابي على السلطة التنفيذية، فإذا تجاوزت السلطة التنفيذية في إدارة هذه التروة علينا بالتدخل ووقف هذه التجاوزات وتعديلها وإصحاحها. أما السحر والشعوذة فهذا أمر قد سبب ضررا كبيرا في المجتمع وفي ترابطه وفي خرق النسيج الاجتماعي أيضا، يجب البت فيه بحيث توضع عقوبات رادعة لهؤلاء السحرة والشعوذة، من خلالها يتم الحد من هذا العمل إن لم تتمكن السلطة التنفيذية من القضاء عليه. وشكرا على حسن استماعكم.